رمضان صبحي مواليد 97 ولا كام؟ احنا ما حدش عارف. هو ده اللي كان بيحصل وهو ده اللي كان بيتقال وهو ده اللي كان خلال الفترة السابقة بالكامل. الحقيقة لما كل من لا يشجع النادي الأهلي خلال الفترة السابقة أو بعض من كان يشجع النادي من لا يشجع النادي الأهلي اتكلموا عن رمضان صبحي بهذا الشكل، قال لك إيه؟ قال لك أصل رمضان ده مش عارف مزور ولا حاجة كده يعني من هذا القبيل يعني. فرمضان الحقيقة خلال الست مباريات اللي لعبهم مع النادي الأهلي وخلال المباراتين اللي لعبهم مع منتخبنا الأولمبي بعيداً عن جوه الملعب. بعيداً عن جوه الملعب هو عامل إزاي؟ بعيداً عن الناحية الفنية اللي هو بيقدم فيها أداء من مباراة للتانية الحقيقة حاجة جميلة جداً وحاجة محترمة جداً جداً جداً. ولكن اللي عاجبني عفواً اللي عاجبني في رمضان تصريحاته بعد المباراة، العقلانية في التصريحات، ان هو ازاي بيحمس اللاعبين جوه الملعب، دوره كقائد وككابتن داخل المنتخب الأولمبي. الحقيقة بالنسبة لي الواحد لما بيجي يبص على الحاجات دي الناحية الفنية، احنا كلنا كأهلاوية متأكدين من المستوى الفني لرمضان صبحي، ومتأكدين ان رمضان المباراة السابقة الناس بتقول رمضان كان قوي جدا وجامد جدا. انا متأكد، انا واحد من الناس اللي متأكد ان رمضان عنده افضل من كده بكتير جدا كمان. لسه ما شفتوش حاجة، لسه الفترة اللي جاية هتشوفوا رمضان عامل ازاي، هتشوفوا رمضان بيؤدي بشكل افضل ازاي، لانه ان شاء الله ان شاء الله منتخبنا الاولمبي يستطيع ان يصل الى اولمبياد طوكيو القادمة وتبقى الامور افضل بكتير نفسيا، وان شاء الله رمضان يرجع للنادي الاهلي وتبقى الامور جيدة خلال الفترة اللي جاية. بحب اتكلم على رمضان لان انا عارف التفكير بتاعه عامل ازاي. كنت هقول المينتاليتي وبعدين قلت كلمه المينتاليتي دي بتخلي الناس يعني قلبوا على محمد صلاح وقعدوا يتريقوا على محمد صلاح، فخلينا نتكلم في التفكير. التفكير رمضان صبحي خلال هذه الفتره عنده مسؤوليه، مش كلمتين هيتقالوا عليه او كلمتين الحقيقه من المفترض ان هم حقيقيين، مش مني، من كل الناس الحقيقه، كل الشعب المصري. واحنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم على رمضان مش بنتكلم على رمضان باعتباره لاعب النادي الاهلي، اه طبعا اعتباره لاعب بالنادي الاهلي، ولكن هنتكلم على المنتخب الاولمبي طبعا. المنتخب الاولمبي اللي هو مصر. كلنا بنتكلم، كلنا عايزين نقف جنب رمضان صبحي، كلنا عايزين نقف جنب مصطفى محمد، كلنا عايزين نقف جنب احمد ابو الفتوح، كريم العراقي الباك رايت، عايزين نقف جنب محمد عبد السلام، عايزين نقف جنب مجموعه اللاعبين اللي بيلعبوا اكرم توفيق عمار حمدي، بقية اللاعبين اللي موجودين وبيؤدوا بشكل جيد جدا، أسامة جلال وكل اللاعبين اللي متواجدين الحقيقة في المنتخب الأولمبي. هو ده دورنا خلال الفترة اللي جاية. ولكن أنا شخصيا شايف أن رمضان صبحي بيؤدي هذا الدور ككابتن للمنتخب الأولمبي بشكل رائع جدا جدا. هو مساعد للكابتن شوقي غريب داخل الملعب. للأسف أن احنا ما عندناش اللقطات عشان نجيبها لحضراتكم، ولكن لقطة ما بعد إحرازه للهدف، لقطة رمضان صبحي وبعد إحرازه للهدف الثاني، هدف التعادل. أنا متخيل طبعا الروح دي، واللي لعب في النادي الأهلي هيفهم الكلام اللي أنا بقوله، مش هيفهم إن أنا بقول أي كلام وخلاص. اللي لعب في النادي الأهلي عارف إن الروح دي جوه كل لعيبة النادي الأهلي. ممكن لاعبين في أندية أخرى ما يبقاش عندهم نفس الروح دي، ولكن انا في الدقيقه 82 بجيب هدف التعادل وبجري على الكوره عشان اجيبها جون. انتوا عارفين طبعا النادي الاهلي يعني الطبيعي يعني دائما دائما بيفضل للثواني الاخيره يلعب، لغايه لما مش للثواني الاخيره، لغايه لما الحكم يصفر. في انديه تانية في مصر ما عندهاش نفس التفكير ده. فرمضان بحسه الوطني وحسه ان هو لاعب في النادي الاهلي، راح خد الكوره وجري على بتاع وانفعالاته ما بعد احراز الهدف درس قوي جدا 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 من رمضان صبحي لكل لاعبي المنتخب الاولمبي. انا كنت متخيل ان ده غضب جواه، ومش غضب يعني عايز يقول لهم يلا هنجيب التالت، وبالفعل قدرنا نجيب الهدف التالت بشغل تكتيكي رائع جدا. من هي ضربه ثابته، ولكن تحرك احمد ياسر ريان والكلمتين، انا عرفت يعني ان الكابتن شوقي غريب قال لاحمد ياسر ريان الكلمتين دول، قال له اقف على البنالتي وخد خطوتين لقدامك، الكره هتجيلك هتحطها بدماغك المسها بس هتلاقيها في الجون. فده مدير فني عنده خبره كبيره وعنده وماشي بطريقه جيده جدا جوه الملعب. كل اللي انا بقوله ده بالمناسبه على المباراه السابقه، ممكن بكره اطلع اقول كلام تاني عشان بس الناس اللي بتقول لك اصل انتوا لا، هو المباراه السابقه الكلام اللي انا بقوله ده
حصل في المباراة السابقة، لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو حصل حاجة تانية في مباراة الكاميرون، هنقول لحضراتكم ان هو ما غيرش كويس مثلا، مثلا يعني لو لا قدر الله ده حصل. ف بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. لو المنتخب الاولمبي كمل بهذا الشكل، لا احنا هنطمع ان شاء الله ان شاء الله يعني لو كملوا بشكل الشوط الثاني وبنفس حماسه الشوط الثاني وبنفس الاداء اللي في الشوط الثاني وبنفس التكتيك اللي لعبوا بيه في الشوط الثاني، لا احنا هنطمع في ميداليه. هنطمع بعد كده ان احنا مع مجموعه اللاعبين دول ومع الجهاز الفني ده ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل لاولمبياد طوكيو بهذا المستوى بهذا الاداء، لا احنا هنبقى طمعانين في ان احنا نشوف ميداليه ذهبيه جايز، فضيه ممكن، برونزيه ليه لا. فهو ده اللي احنا بننظر او خلتونا او لعيبه المنتخب الاولمبي مع جهازهم الفني خلونا ننظر للمنتخب الاولمبي بهذا الشكل، او ان احنا نطمع ان احنا نوصل بعد كده لاكتر من كده. الطمع في المكسب حلو، الطمع في المكسب حلو، وبالاداء اللي احنا شفناه ده لا احنا نكسب اي يعني بسم الله ما شاء الله نكسب اي حد بهذا الاداء، بهذا الاداء اللي هو الشوط الثاني وبهذه الروح. ولكن ان احنا اللاعب المصري دايما بيبقى عامل كده وبيسمع كلمتين كويسين بتلاقوه خد غطس لتحت، وده اللي اتمنى ان الكابتن شوقي غريب يقدر يسيطر عليه، مش في مباراه الكاميرون